وما اسالكش عن توقعك لمباراه الاهلي مع الهلال المرتقبه يوم السبت كابتن بركات. والله طبعا يعني الاهلي طبعا نادي احنا كلنا بنثق فيه. النادي الاهلي لما يوصل مباراه حاسمه بالشكل ده مع فريق الهلال السوداني اللي انا بكن له كل احترام وتقدير، حتى يمكن انا الناس اللي هي متابعه دايما بحذر من الهلال السوداني وبقول ان الهلال السوداني فرقه السنه دي مختلفه تماما. يعني بقول للناس انسوا الهلال بتاع السنين اللي فاتت، معاه فريق محترم وبيلعبوا كوره، عندهم مهاجمين بيقدروا يسجلوا، ولكن طبعا يعني كل الثقه في النادي الاهلي ان بعد ما الظروف قدمته وان نتيجه التعادل اللي حصلت ما بين الهلال وما بين سان داونز، اعتقد ان النادي الاهلي برضه اعلى فنيا، حتى لو كان الهلال في تطور، النادي الاهلي مش هيسيب الفرصه للعب في ملعبه 50,000 متفرج، عارف ان الجمهور هيبقى داعم، فيعني ان شاء الله الاهلي هيكون له نصيب في ان هو يعدي ويكمل مشواره. بإذن الله. المدير الفني للاتحاد استقرته عليه ولا لسه؟ والله لسه هادي ان شاء لسه، الله. بس هو مش مصري ولا مصري؟ والله برضه لسه يعني ما حسبناش الموضوع دوت، واول ما هيتحسن اكيد هنعلن على طول. بإذن الله. كابتن بركات نورتني وشرفتني، ومبروك مرة تانية التأهل لأمم أفريقيا، وشكرا على وجودك معنا الكابتن محمد بركات نجم الكرة المصرية وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري. ماذا يتوقع